بتعملوا ايه عشان تدخلوا ولادكم في مود الدراسه تاني بعد اجازه الصيف اللي بتكون طويله؟ وبتعملوا ايه عشان انتوا نفسكم تدخلوا في مود الدراسه تاني؟ نروح على طول للميا عشان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب، وكمان تجاوبنا على سؤال الحلقه: بتعمل ايه عشان تدخل في مود الدراسه؟ صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليكي منى، صباح الخير عليك شاذلي، وعلى كل الساده مشاهدي صباح الخير يا مصر. انت مش بتحبي الدراسه قوي يا لميا؟ لا ما بحبهاش ابدا. بس على فكره احنا بنعمل مجهود جبار اكتر بكتير في الصيف، يعني تمارين بقى كتير وكورسات كتير وشغل، فقبل المدرسه تقريبا باسبوعين ثلاثه كده بنحاول نفصل، لانه تمام كمان شغلنا بياخد مننا وقت كتير، فبقعد مع ابني كتير قوي، نخرج مع بعض، ممكن نسافر نغير جو، فبيبقى بالنسبه لنا الفتره دي كده ايه استعداد للدراسه. لسه كنت بقول لمنى دلوقتي ان المفروض الفتره دي تكون في اول الاجازه مش في اخرها، عشان هو حتى يعني يلحق يفصل، لانه معذور بيتفسح وبيتنطط وبيلعب، وفجأة تاني يوم يلا عشان مدرسة. فبنحاول نبعد الفترة دي شوية عن بداية الدراسة. والله بحاول أعمل كده، بس على قد ما أقدر بيبقى قبل الدراسة هو المتاح لي أن أنا أديله وقت كتير، نقعد مع بعض كتير، نتكلم أي كلام كويس، نخرج كويس. فدايما بنعمل كده قبل المدرسة. أكيد. تفضلي لما بصبح عليكم مرة تانية مشاهدينا، وتعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع 19.29 والشراء 19.22. اليورو سعر البيع 19.8 والشراء 19. الجنيه الاسترليني سعر البيع 22.5 والشراء 21.95. الفرنك السويسري سعر البيع 19.58 والشراء 19.49. بالنسبة لليوان الصيني سعر البيع 2.76 والشراء 2.75. الريال السعودي سعر البيع فيه 5.13 والشراء 5.11. دينار كويتي سعر البيع فيه 62.41 والشراء 62.8. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.25 جنيه وسعر الشراء 5.23. دلوقتي هنروح نتابع أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهارده 952 جنيه للجرام، عيار 21 1111 جنيه للجرام، عيار 24 1269، واخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8888 جنيه. دلوقتي هنرجع لشاذلي ومنا مره تانية. شكرا ليك يا رب.